يأتون ويذهبون ولكن المنصب باقي. هذا منصب. انظروا في طوال 20 سنة الماضية لما قدست كل الصلاحيات الدستورية والتعيينات اللعينة بيد جهة واحدة هي سلطة الرئيس. لما مرض الرئيس وضعف الرئيس وفسد الرئيس غدر لها لكين. بالنسبة لي دسترت المجتمع المدني في طبعا في مشروع تعديل دستوري المزمع استفتاؤه في أول نوفمبر. في الحقيقة هي خطوة جيدة من ناحية تقنية من ناحية القانونية. مهم جدا أن تكون هناك مظلة دستورية لهذا المجتمع المدني وإطار دستوري حمائي من أجل ممارسة مهامها الأكمل وجه. ولكن في الحقيقة لا يكفي أبدا أن يكون يعني هناك نصوص قانونية تعترف بهذا المجتمع المدني وبدوره. ولكن الرهان كل الرهان هو في الواقع المعاش. هل هناك بيئة إدارية وبيئة سياسية وبيئة حاضنة لهذا المجتمع المدني يمكن أن تستوعب انشغالاته وأدواره، سواء اشتغل كقوة اقتراح على السلطات الإدارية أو كقوة ضغط في حالة مثل الاختلالات والتجاوزات التي قد تصدر من السلطات الإدارية سواء كانت المحلية البلدية والولاية وغيرها أو على المستوى المركزي. إذن هناك رهانات كبيرة جدا ورهانات جادة. والمجتمع المدني يأتي في هذا السياق. المجتمع المدني يأتي في هذا السياق بكل صراحة. المجتمع المدني في كل العالم، في كل التجارب المقارنة، انظروا إلى فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، جامعات الباغية، جروب بوفيسيون، هي اللي تصنع الرؤساء، أليس كذلك؟ في إيطاليا، حركة خمسة نجوم، أليس هي التي صنعت الحكومة في إيطاليا؟ إذا في الجزائر، المجتمع المدني يجب أن يصنع نفسه بنفسه. بواسطة النضال. المجتمع المدني الذي يكون كهدية من السلطة لن يقدم شيئا. نظمنا هذه الندوة الجهوية نسعى من خلالها إلى تبليغ رسالة جد واضحة، لأنه المجتمع المدني في ولاية قالما راه جاهز راه